واحتفاء بمرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني لتلفزيون البحرين، أعدت وزارة الإعلام فيلما توثيقيا خاصا يحكي مسيرة الإنجاز والتطور الإعلامي التي شهدتها. هذا واستعرض الفيلم التوثيقي مسيرة الإعلام الحافلة بالإنجازات الكبيرة والتطور المتسارع في مجالات الإنتاج التلفزيوني البرامجي والإخباري والتقني التي استندت إلى سواعد وطنية ماهرة ومبدعة. عاملين في هذه المؤسسة على العمل المخلص والحماس للعمل بالوفاء إلى بلدهم إلى دينهم إلى تراثهم، وهذا ظهر في كل زاوية من زوايا هذا المجمع الإعلامي. ما في شك أن الكمال هو هدفنا، من الصعب أن نوصل له الآن في الفترة الوجيزة، لكن بإذن الله بالجهد رح نوصل إلى المستوى المرضي، وأنا لا أشك في هذا، والله يوفق الجميع إلى الأحسن، ومشكورين مرة. 50 عاما من السعي إلى الكمال كانت شاهدة على رحلة تميز وعطاء يحلق فيها اسم الوطن إبداعا في السماء، حيث شهدت البلاد لحظة تاريخية عند البث الأول لتلفزيون البحرين. تمثل هذه البدايات كل معاني الحياة من خلال الاستديوهات البرامجية والإخبارية التي تسخر بتجهيزات فنية ولوجستية، جعلت من تلفزيون البحرين يأخذ دوره الريادي كأول تلفزيون ملون في المنطقة، وأول تلفزيون يقدم نشرة أخبار باللغتين العربية والإنجليزية. ولم تكن هذه الإنجازات الريادية إلا انطلاقة لها ما بعدها، حيث شهد التلفزيون طفرة إنتاجية غزيرة كان فيها التألق أمام الكاميرات وخلف الكواليس هو عنوان المرحلة، وتمكن هذا الإنتاج المحلي المتواصل من صنع أعمال أيقونية لا تغيب عن ذاكرة الأجيال. وقد شهد الإعلام البحريني قفزة نوعية على كل الأصعدة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حيث تم افتتاح مركز الأخبار الذي كان على موعد استثنائي مع تغطية الفعاليات الكبرى على مدار الأعوام بكفاءة ومسؤولية. وتواصلت الجهود في مواكبة التقدم بتدشين استوديوهات الإنتاج الجديدة وافتتاح القرية التراثية وتوسعة الخيارات الإنتاجية والفنية. شكل هذا السعي حافزاً لمواصلة المسير، حيث كان شعار حب التحدي وعشق الإنجاز دافعاً رئيساً في شحذ الهمم وكتابة فصل مهم في صفحات التاريخ يبدأ بصناعة مستقبل أفضل لتلفزيون البحرين الذي يدشن استوديوهات جديدة. وهذه 50 عاما جديدة نبدأها من الآن ونواصل فيها السعي إلى الكمال.